تأتي الجائزة كتعمل على دافع لمواصلة العطاء في مجال التطوع المجتمعي، بالإضافة إلى إطلاق أفكار ومبادرات جديدة تعمل على المساهمة في الحد من الظواهر السيئة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الظواهر الإيجابية في الوطن العربي بشكل عام. ماذا أضفت إليكم إلى عملكم؟ الجائزة أضفت دافع وإيجابية كبيرة لمواصلة العمل والابتكار أيضا أفكار جديدة وطرق جديدة للعمل في المجال المجتمعي. الجائزة تأتي أيضا كتقدير للجهود التي تبذل في المجال التطوعي في مختلف المجالات.